نادي الشرقية للدخان أحد الأندية الثلاثة التي صعدت إلى الدوري الممتاز. صعد بهذا الفريق المدير الفني الكبير الكابتن علاء نوح. مساء انوار يا ابو كباتن. مساء الخير يا كابتن، وانا بتشرف بوجودي معاك، ومن زمان قوي كان نفسي اطلع معاك. شرف لينا ان انا موجود معاك النهارده، وبالتوفيق، وبنحب نتفرج عليك وجمال البرامج والماده الدسمه اللي تبقى فيها. انا بتفرج على برضه، خليت باشمهندس اتفرج برضه، راح يتكلم برضه لازم في الاخر قال لك كناري يا برضه. مش هسيبه، هيتكلم مش هتعدي. انا بتشرف بوجودي معاك. الله يخليك يا ابو كباتن. الله يخليك. اول انت مسكت الشرقية الدخان الموسم اللي فات بس؟ لا، انا كنت الموسم اللي فات كنت بادئ مع الترسانة. كويس. بادئ مع نادي الترسانة. كنت الاول لحد حصل توقف بتاع رمضان وكده، وبعد ما رجعنا بالتوقف حصل ضرب في الوقت ده. جه يعني مع الحاج طارق، يعني مشيت وخلاص. يعني الكابتن طارق اللي هو رئيس الحاج النادي. طارق السعيد. طارق السعيد رئيس نادي الترسانة. يعني رفعنا الحرج عن بعض كده وقعدنا مع بعض، والامور يعني كويسه، لان النادي ده بتاعي لعبت فيه 7 سنين ودربت فيه كتير. يعني لعبت ايام ابو تريكه باين مع تريكه، وكان محمد عبد الواحد ومهند البوشي وكان علي رشدي ومصطفى الشرقاوي، وكان عمرو سماقه ومحمود سمير وعاد عبد المجيد من 98، وكان هيثم فاروق قعد جه اشتغل معانا سنتين. هيثم. وكان احمد اكراما الله يرحمه، اخو شريف ده كان جون جامد جدا الله يرحمه. كان جون بيقولوا جامد قوي، كان جامد ولعب منتخب شباب. وجالنا من النادي الاهلي ولعب كاس عالم 97. ايوه، وجالنا من النادي الاهلي كابتن اكرم، وبعد كده اخده راح انبي. يعني حصل بقى ربنا يرحمه. كنا جيل جامد. وكان احمد زغلول، وكنا أوي. كنا جيل جامد قوي. وغريب حافظ لعب معانا. ولعبت ابو تريكه كام سنه مع ابو تريكه؟ لعب معايا 5 سنين. كان بنفس المستوى بقى اللي راح. كان اعلى من كده. كان اعلى من كده. يا yeah. كان هو الفرقه عندنا. لا والله. يعني هحكي لحضرتك يعني كنا بنلعب اسوان في اسوان. الشوط الاولاني احنا كاسبين 4-0. قسم تاني. لا ممتاز. في الممتاز. اوكي. الشوط الاولاني كاسبين 4-0. فانا كان ركبتي فيها مشكله. فقلت للكابتن غيرني بقى، عشان قال لي طب 10 دقائق كان مين هغير. كان الكابتن حملاوي. كابتن حملاوي كان الدكتور من نجوم الكبار. وكان الدكتور بدر شحاته معاه. اوكي. ف 10 دقايق دول الشوط الثاني احنا ما طلعناش من 18. وبقت النتيجه 4-2. لا والله. والله. وفي كوره اشتركت فيها جامد مع كان امير عبد العزيز اخو الكابتن ايمن عبد العزيز. كان في اسوان. في اسوان هناك. ركبتي كانت يعني خلاص اجي اقطع في الرباط يعني. فكانت 3 تغييرات خلص. اوكي. قلت له تريك. قال لي، قلت له خلاص ركبتي فصلت. باللفظ كده يعني. فهو كان هو واحمد زغلول عارفين ان هي في مشكله يعني. المهم قلت له شد حيلك بس هات لنا جون، وعشان اطلع قدام كده واقف بقى ومحدش عارف اللي بيحصل. محدش عارف حاجه خالص في الملعب اللي حاصل. فتريكه راح واخد الكره من نص ملعبنا، من الدايره دي نص ملعبنا. وخدها كل اللي رايح واللي جاي لحد ما الجون راح زي جون مارادونا كده وجون ميسي. ما شاء الله ما شاء الله. قلت له بقى تعالى اقف انت هنا في نص الملعب، ورحت انا واقف على الجنب، انا مش قادر، الكره بتجيلي بحجل على رجلي مش قادر. خلص الماتش، سافرنا، جيت عملت العمليه عند دكتور احمد عبد العزيز. طيب كويس قوي. نرجع بقى لمشوارك، انت سبت الترسانه وبعدين كمدرب مروح بقى خلاص. كان معايا الدكتور حسين اللي هو مخطط احمال معايا، خدنا حاجتنا من اسكندريه هو معايا. فخدنا حاجتنا ومسافرين. فاحنا في الطريق جه تليفون من الشرقيه للدخان، فانا مش عارف يعني اللي كلمني انا لسه مش عارف الرقم، انا رديت كده بالصدفه يعني. كابتن علاء، قلت له يا مين معايا؟ قال لي انا فلان الفلان. قال لي احنا انت مرشح عندنا، انت في عرفوا ان انت سبت الترسانة. انا كنت يعني انا النهارده كنت سبت تاني يوم، هم كانوا بيكلموني. اوكي. احنا مرشح من ضمن المرشحين عندنا في النادي وكده، وعايزين يعني في اجتماع مجلس اداره وممكن يبقى نكلمك. طب انت فين؟ قلت له نازل على اسكندريه. قال لي مش هينفع نلف عشان انت مرشحين بقوه تبقى موجود. اوكي. فقلت له طب ما يعني طب هوصل اودي حاجه وهجيب شنطه وبالكلام بالتليفون هنخلص كل حاجه يعني ان شاء الله، لو في نصيب ما فيش مشكله في اي حاجه يعني. بس فقال لي لا مش هينفع لف عشان الموضوع جد شويه. فمع الصحراوي على اول كوبري لفيت ورحت لك. لفيت ورجعت. ورحت لك. سبحان الله. ورجعت وتولي. وتولي. طيب احنا عندنا تقرير عنك نشوفه وبعدين نتكلم بقى شرقية الدخان السنه دي اخبارها ايه. يلا يا علاء نوح
اللاعب والمدرب الصخرة الذي قاده القدر مع قدراته الفنية للوصول بنادي الشرقية للدخان إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي منذ إنشائه، ليسجل تاريخ نوح في لوحة الشرف. ولد علاء نوح في 16 من إبريل عام 1967، وبدأ مسيرته مع كرة القدم بين صفوف فريق الناشئين بنادي الشركة البيضاء بمدينة كفر الدوار. وبعدما نجح في لفت الأنظار بمهاراته وقدراته الفنية الكبيرة، انتقل للعب في أندية عديدة متنقلا بين الدوري الممتاز والدرجة الثانية، فكانت البداية مع نادي الكروم ثم القناة، وانتقل للعب بين صفوف الترسانة ثم سموحة قبل أن يعود إلى الكروم مرة أخرى. لم يأتي قرار الاعتزال مبكرا في مسيرة علاء نوح، حيث قرر إنهاء مشواره كلاعب في 39 من عمره بعد إقناع من الكابتن حسن فريد وفاروق جعفر وحسن الشاذلي بأن يعلق حذاءه ويبدأ كتابة تاريخ آخر، لكن من على مقعد الإدارة الفنية. بدأ علاء نوح مسيرته مع تدريب بتولي فريق 86 بنادي ترسانة، حيث قاد الفريق لمباراة فاصلة مع الزمالك وتمكن من الفوز على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف لهدفين في بطولة منطقة الجيزة. ثم تولى فريق 91 في العام الثاني ولعب بطولة الجمهورية وحقق المركزين السابع والرابع في موسمين على التوالي، لينجح في مزاحمة الأهلي والزمالك في عامه الثاني مع الفريق. ثم قاد مواليد 93 بالترسانة أيضا قبل أن ينضم إلى الفريق الأول رفقة الكابتن حسن الشاذلي الذي يعتبر مثله الأعلى والأب الروحي له. واستمر نوح في الجهاز الفني للفريق الأول قرابة 3 سنوات. انتقل نوح للتدريب خارج أسوار قلعة الشواكيش ليبدأ مسيرته مديرا فنيا لفريق قم حمادة مقدما موسما جيدا. تولى نوح تدريب فريق الضبع لينهي الموسم في المركز الرابع بالممتاز باء بفارق نقطة واحدة عن التأهل إلى دورة الترقي، ثم قاد فرق وصعد بهم لدورة الترقي واستمر معهم عاما آخر قبل أن يعود إلى قم حمادة مرة أخرى. رحل علاء ليتولى تدريب نبرو والأولمبي ومنتخب السويس وسماد أبو قير، وكان له بصمة واضحة على كل منهم. علاء نوح ضرب الترسانة مرتين ولم يوفق في العودة بالشواكيش إلى الأضواء والشهرة، حتى تلقى عرضا من الشرقية للدخان ليكون البوابة التي ينجح منها الصخرة للصعود بالفريق إلى الدوري الممتاز. توليت الشرقية للدخان، لعبت معهم الموسم بالكامل؟ لا، الشرقية للدخان لعبت آخر 6 ماتشات. آخر 6 ماتشات كان الكابتن علاء إبراهيم هو اللي كان ماسك الفرقة. لاعب الأهلي السابق. أنا من أول ما اتكلمت شكرته طبعا على الفرقة، لأنه صعد بيهم من الدرجة الثالثة للممتاز بها اللي هي الدرجة الثانية. كويس. وكان ماشي أول لحد أنا ماسك الفرقة كان. والله. أيوة، كان بس كان فارق نقطة بس. طب غريب قوي انه ماسك اول ويستغنوا عنه. لا، هو هي الدور الاولاني هو كان لعب 15 ماتش. كسب 10، اتعادل، خسر 1، اتعادل 4. كويس. الدور الثاني 9 ماتشات، كسب 3، اتعادل 3، خسر 3. كان الفرق بينه وبين الالومنيوم كان 11 بونت. بقى بونت. عشان كده الدور الثاني يعني كدا. هي الظروف كده. أيوة. كان ممكن يكمل، بس هي قرار نادي، اداره نادي وبتحمل طبعا. لا يعني. وبعدين يعني النادي احيانا بحس ان النتائج بدات تقل شويه. بالظبط، الفرق كان جامد يعني. بيحاول يغير ربما. طبعا دي لقطات لمسيره شرقية الدخان في السنه دي، في سنه الصعود. لا دي السنه دي في التصوير. دي سنه الصعود. دي سنه الصعود. انت اللي هو السنة الموسم اللي فات. اللي فات. انت لعبت 6 ماتشات. 6 ماتشات. عملت فيهم كسبت 3، تعادلت 2، خسرت مباراة. كويس. وطلعت اول مجموعتك. طلعت الاول. فارق عن المنيا 2 بونت وعن الالومنيوم 4 بونت. دول اللي كانوا وراك على طول. دول اللي كانوا ورانا. 2 بونت واربعة بونت. كان في قلق في يعني في الاواخر ان تصعد. ايوه طبعا، لان احنا في اخر ماتشات ما لعبناش على ملعبنا. لعبنا في ملعب الاعلاميين. يعني اتنقل الماتشات، اخر 8 ماتشات كنا بنلعب بره. ليه؟ سبب ايه؟ يعني قالوا الملعب كان حصل المشكله اللي كانت بين اللي هي الفيوم والشرقيه للدخان، كانت في ملعب الشرقيه للدخان. ومن بعدها اتنقلت الماتشات. قرار امني يعني. قرار امني. قرار امني. قرار امني. فلعبتوا خارج ملعب. لعبنا خارج ملعبنا يعني. كويس. احنا بنلعب ده ملعب الاعلاميين. ده ملعب الاعلاميين. ده ملعب الاعلاميين ده. كان بقى لاعب فضلوا معاك للموسم الجديد ان شاء الله. دول 11 لعيب اللي استنوا معايا. 11 لاعب. 11 لاعب. 11 لاعب، وكان معانا لعيب اعاره احنا جبناه عماد حمدي الحارس.
اشتريناه من الحرس. اوكي. يبقوا 12 يعني. يبقوا 12 لعيب معاك من الموسم اللي فات. من الموسم اللي فات. تعاقدت كم لاعب مع كم لاعب بقى؟ لحد دلوقتي 14 لعيب. 14 لعيب. 14 وكان عندك 11 يبقى عندك 25 دلوقتي. بالظبط كده. ما سمعناش صفقات يعني بتلمع، يعني ادي الصفقات بتاعتك اقرا لنا كده. ده عمرو، ده جزء منها. عمرو حسام من انبي. ده بيلعب ايه؟ في راس عفية، ده النجم الساحلي. عمرو بيلعب ايه؟ عمرو حارس مرمى. اوكي. في راس عفية ده النجم الساحلي بيلعب 7 و11 جناح. كويس. صلاح عاشور طبعا بيلعب 10 مصر المقاصة. عارف انا صلاح عاشور. واحمد متعب مصر المقاصة برضه بيلعب 7 وبيلعب باك ليفت كمان، يعني عنده الحتة دي بيشتغل فوق وبيشتغل تحت كويس. اسامه العزب طبعا المقصه. مفيش في احمد فوق ده. لا احمد نصر ده مش موجود معانا، ده كان جه فتره كده ومشى ومشي okay. مش موجود خالص. احمد دهش ده اشتريناه من نادي النصر باك ليفت. دول اللي احنا كتبناهم. في في مين تاني بقى؟ في كمال ابو الفتوح اشتريناه برضو من سماد ابو قير. وفي مجموعه تانية يعني، في جبنا بنجامين من هارتس اوك. هارتس اوك الغاني. لعيب كويس قوي، بيلعب 6 وبيلعب 8. كويس. بيلعب 6 وبيلعب 8. وفي 3 لعيب تانيين، 3 برضو لعيب، 2 واحد غانا واثنين من تونس. واثنين يعني من تونس جايين ان شاء الله، يعني خلصنا الاجراءات بتاعتهم. انديه درجه اولى ولا لا؟ من ملعب يعني، عشان انا كنت اتكلمت قبل كده في ادريس المحرسي فحصلت عليه مشكله واحنا كنا مخلصين كل الاجراءات. لا مش هنقول اسماء. لا من النادي المنسيرت اللي هو اللي لعب الماتش الفيصل مع الترجي في السوبر وكسبه. اوكي. فكنت انا اتكلمت وكان حصل سوء تفاهم كده فحصل لخبطه بقى يعني. فالنادي هناك تمسك بيه وما رضاش يسيبه بعد ما كنا مخلصين كل الاجراءات. بس خلاص يعني. احنا بنجيب بديله ان شاء الله يعني كويس يعني برضه. الملاحظه ابو كباتن انه يعني اللعيبه المعروفه يعني من الاسماء اللي اتعرضت قدامي دي مين معروف قوي؟ ما هو اسامه العزب، صلاح عاشور. صلاح عاشور يعني وعمرو حسام انبي زمان قوي لعيب كبير وفي انبي يعني. عاصم سعيد. عاصم سعيد المقصة. من المقصة. بيلعب بكرايت وبيلعب مساك يعني. يعني انا مجموعه كويسه، مش هي يعني اقول لحضرتك حاجه يعني. يعني سيراميكا السنه فاتت جابوا مجموعه لعيبه كتير قوي. صحيح. وجابوا يعني مثلا يعني احنا قلنا سيراميكا دي المفروض هتبقى في المربع فوق على الامكانيات الصرف اللي حصلت ديت. بس يعني السنه دي سيراميكا هتبقى احسن من السنه اللي فاتت. لان مغيرش كتير وما دعمش كتير فعنده فرقته زي ما هي. فهيبقى في حته التجانس دي. لكن السنه اللي فاتت وغير فرقه كامله فهتاخد وقت معاه. فاحنا الحمد لله احنا جايبين فرقه ما بين الخبره وما بين الشباب وما بين الجيل الوسط يعني. مش يعني جايبين اسامه العزب وصلاح عاشور، وعندنا معايا تمساح من المجموعه اللي فاتت. احمد تمساح موجود كان معايا. كان بيلعب فين؟ ما هو صعد معانا. كان عندكم في شارع الدخان. صعد معايا. صعد. وما زال احمد تمساح موجود معايا. لاعب منتخب مصر. لاعب منتخب مصر طبعا. ولاعب وحالته حلوه. حالته كويسه قوي كمان. هو لعيب كبير. لا حالته كويسه قوي يعني. يمكن اسباب صعودنا يعني. يعني انا مندهش ان هو ساب الممتاز وراح قسم تاني وهو كان لعيب مش قليل بقى. يعني فكر فيه غريب. هو راح الشارع الدخان. اسم اهو ده بنجامين. ده بنجامين ده بنجامين معاك بتاع الغانا. ده بيلعب ايه مركزه؟ ده بيلعب 6 وبيلعب 8. قول للناس 6 ايه يعني اللي هو بيلعب هاف ديفندر زي طارق حامد وبيلعب زي عمرو السوليه كمان يعني في ديفندر. ديفندر. كويس. بس يعني هي المجموعه ومعايا المجموعه اللي صعدت بفرقه مجموعه كويسه قوي. هتلاقي فرقه كويسه. هل الميزانيه عندكم السنه دي يا ابو كباتن مش يعني اغلى لاعب ده جبتوه بكام مثلا؟ ما فيش يعني. دفعته فيه كام؟ يعني ممكن في لعيب او اتنين بمليون ونص بس كده. بس والباقي بقى يعني هي امكانياتنا كده. بس الناس عندنا نادي الشرقية للدخان ناس ملتزمه. يعني اتفقت على حاجه هتاخدها زي الساعه. ده النادي. النادي. ده تاريخ النادي كله كده مش السنه دي بس. يعني عمرنا ما سمعنا ان نادي الشرقية للدخان فيه مشكله مع لاعب في الماديات او كلام من ده. في تاريخه كله من سنه 58. ادارات محترمه. لا وهاني بيه امان رئيس الشركه والعضو المنتدى بحاجه يعني فوق الخيال والوصف. المهندس احمد اسماعيل اللي هو رئيس النادي دلوقتي برضه حاجه محترمه جدا وامين، وهو بتتحسب له حته صعود مع هاني بيه امان. والمهندس نصر عبد العزيز اللي هو ان شاء الله باذن الله يبقى رئيس النادي اللي جاي.
يعني هم بيسلموا فيه تحس فيه حاجة كويسة موجودة، فيه روح أسرة موجودة موجودة في النادي مش موجودة في أندية كتير. هايل يعني في